أكد معالي الدكتور المهندس عبد الله بالحيف النعيمي وزير الأشغال العامة أن منظومة عمل الوزارة مبنية على قيم تستند إلى غرس ثقافة الابتكار والإبداع وتشجيع الموهوبين في مختلف مجالات البنية التحتية والتشجيع على البحث والدراسة وتوفير آليات تسهل عملية تبادل المعلومات من خلال نظام معرفي شامل داعم للابتكار. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الوزارة في ديوانها بدبي بحضور الوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات والأقسام ومختلف وسائل الإعلام. وزارة الأشغال من ضمن المؤسسات التي أخذت دورا قياديا في قصة الابتكار. الابتكار لدينا نحن في المهندسين، والابتكار لدينا نحن في تخريج جمعية مجموعة من المهندسين في استدامة المشاريع، لأنه نحن معنيين بمشروعات الحكومة ومرافقها، وبالتالي لا نستطيع أن نذهب أبعد من أن نطور المدخلات في هذه المشاريع، ألا وهو العنصر البشري في الدرجة الأولى. الجانب الآخر اللي نحن نشتغل عليه ألا وهو الطرق. الأخوان يشتغلون على موضوع ابتكاري في روبوت للسيطرة وتنظيم العمل على الطرق الاتحادية، وإن شاء الله على منتصف السنة القادمة سوف يرى هذا الروبوت النور. شهد الاجتماع تقديم المهندس ضاعن المهيري رئيس فريق الابتكار بوزارة الأشغال العامة شرحا تفصيليا عن آلية وفعاليات الوزارة خلال أسبوع الإمارات للابتكار، إذ تسعى الوزارة إلى دعم منظومة الابتكار من خلال تسليط الضوء على الموظفين باعتبارهم مصدر الإلهام ومنصة الأفكار والعمل على تطوير قدراتهم من خلال البرامج التخصصية، وكذلك إيجاد بيئة عمل سعيدة محفزة للابتكار.